بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إنا كفيناك المستهزئين. انتوا ليه متكاسلين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت ما بتصليش على النبي عشان تأخرت في الزواج؟ انت ما بتصليش على النبي عشان مرضك طال؟ انت ما بتصليش على النبي علشان انت فقير وعايز تقتنى وما اقتنيتش؟ طب انت بخيل لانك انت رابط، انت رابط الصلاة على النبي بحاجتك الاجتماعية وظروفك في الحياة. انت بخيل لان النبي صلى الله عليه وسلم اللي حكم عليك بكده، ولا البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فانت في قناة فيها الصلاة على النبي ورافض تصحى من النوم وتصلي على النبي، رافض تشارك عشان دي نصرة للنبي، رافض تعلق عشان دي نصرة للنبي، رافض تشير الفيديو عشان نصرة للنبي، رافض تساهم معانا في دعم القناة عشان دي نصرة للنبي. ولكن انت رابط كل حاجة هات وخد، ده نظام البخيل. يعني يا رب اديني انا بصلي على حبيبك اهو وانا ادفع، ما ادتنيش مانيش دافع، والعياذ بالله. تعاملوا ربنا كانه بشر. هي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك كده؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، صلي على النبي في أي وقت، في أي وضع، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أنت حرامي هتبقى صلاتك مقبولة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت سارق هتكون صلاتك مقبولة. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت عارف أنت كذاب هتكون صلاتك مقبولة. طب صلي على النبي وأنت على غير طهارة وعندك عذر شرع صلاتك مقبولة. طب صلي على النبي وأنت جنب صلاتك مقبولة. طب صلوا على النبي وانتم من غير وضوء صلاتكم مقبولة. طب صلوا على النبي من غير نية صلاتكم مقبولة. طب صلوا على النبي وانتم مش مركزين صلاتكم مقبولة. طب صلوا على النبي وانتم بتاكلوا صلاتكم مقبولة. صلوا على النبي لما تشربوا صلاتكم مقبولة. انتوا شفتوا الصلاة ينفع اصليها وانا باكل؟ ينفع تدخل في الصلاة وانت بتشرب؟ ينفع تدخل في الصلاة وانت بتتكلم؟ ينفع تدخل في الصلاة وانت بتضحك؟ ينفع تدخل في الصلاة وانت مش متوضي؟ ينفع تدخل في الصلاة وانت ما انتش تجاه القبلة؟ ينفع تدخل في الصلاة وانت جنب؟ لا، ولكن الصلاة على النبي تنفع في كل الأحوال. يبقى حجتك ايه؟ حجتك ان انت بخيل، ان مخك مقفول، لانك بتاكل فول. ليه سبتوا الصلاة على النبي؟ فين الناس؟ فين الناس اللي بيسمعونا؟ فين الناس اللي بتشوف جزء من الفيديو وتشوف الباقي؟ شوفوا الناس اللي استهزأت بالنبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه؟ واللبس النوت. في واحد من أهل البصرة وهذه جاءت على روايتنا القصة أو قصة اللمحة الأولى فيها إن هو كان داخل مسجد فوجد جماعة من المسجد في جماعة من الناس في المسجد يذكرون الله
فتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتلون آياته إلا حفتهم الملائكة. الحلو يا لا، جات لك فرصة يا ولد. الملائكة ما تحوطاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده. طيب أنا هشوف كلام النبي ده صح ولا لا. فالملائكة ما تحوطاهم، هم مش شايفينهم. طب أنا أعمل إيه؟ عمل أبقاب. عارفين أبقاب يعني إيه؟ قبقاب، يعني حذاء خشبي، حذاء خشبي. وقام حط فيه مسامير، دق فيه مسامير بحيث المسمار يبقى جزء مدبب من تحت، ولبس الحذاء ودخل المسجد وقال: انا هاجي حوالين اللي قاعدين وسوف ادق اجنحة الملائكة بهذه المسامير بقدم. وحطم. فحينما دخل المسجد وقع صريعا كالخشب الملقى على الأرض، ولم يستطع أن يتحرك. حينما سألوه من كان في المسجد، قال لهم: إني كنت أريد أن أدق أجنحة الملائكة استهزاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين. الرجل الذي سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يجب أن يتوضأ وينام على الفطرة، فلا يدري أين تكون يده، يعني مش دار لما يقوم من النوم يغسل ايده، ما يضرش ايده كانت فين. هو استهزأ وقال: وانا اعلم كيف اضع يدي. فلما قام من النوم وجد يده وقد دخلت في ضبره. طبعا كان بيستهزأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والراجل ده مات فيها، مات بعد كم يوم. طيب موقف اخر، سليم الاول لما دخل مصر اراد ان يدخل الى قبة الغوري، قنصه الغوري. هو اتى القنصه الغوري ودخل قبة الغوري عشان عارف ان فيها اثار للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحنا ذكرنا الاثار في حلقات الاثار في قائمة تشغيل الاعجاز العلمي في الصلاة على النبي. فالعشر اثار اللي كانوا موجودين، ركب مركب في النيل وذهب اليها وكان مخمورا سكران، فلا يجوز لسكران أن يمس قميص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يمس بردة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يمس قضيب النبي اللي هو العصا، ولا أن يمس أي أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شعر من شعرة النبي. فوقع فأغمى عليه فكاد أن يغرق، فنزلوا المماليك او اللي كانوا شغالين عند الدولة العثمانية زمان وجابوه. ربنا كتب له عمر، وانت تشوف موته في الاخر كانت شكلها ايه. في التاريخ الاسلامي حاجات كتير، رجل نصراني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن الإسلام وقال: محمد أمي لا يعلم القراءة والكتابة، ومش داري أنا أكتب ولا ما أكتبش. لما مات وضعوه في القبر الصبح
لقوا الأرض لفظت قبره، لفظت جسده على الأرض، يعني الأرض طردت جسده فوق فوق سطح الأرض. قالوا هو محمد وأصحابه زعلني علشان هو سابهم وهاجر منهم وساب دينهم، هم اللي نبشوا الأرض. قاموا جايين وأعمقوا له في الحفرة ووضعوه وهلوا عليه التراب، فلفظته الأرض مرة ثانية. صبح الصبح لقوا جسده موجود على سطح الأرض والأرض ترجاه. قالوا لا، محمد وأصحابه هم اللي عملوا كده، أعمقوا له أكثر. ثم وضعوه، يعني حفروا كتير ووضعوه على بعد صحيح ورجموا عليه. تالت مرة لقوه موجود على الصحيح، قالوا لا، هذا لم يفعله محمد والأصحاب، سيبوه بقى، ده مش فعل بشر. شوف الراجل اللي كان بيستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم والأم لا يقرأ ولا يكتب، شفته؟ أهو، إنا كفيناك المستهزئين. فلما يجي زكريا بطرس يستهزأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف ربنا هيعمل فيه إيه. لأن العمل اللي اتعمل في الرجل النصراني ده، إن الأرض طردت جسده، مفيش حد بشر يقدر يعمل كده. عشان كده ربنا تكفل بالدفاع عن حبيب محمد. أنتوا بقى تدافعوا ازاي؟ انصفون، انصفوا رسول الله. انا يعني نفسي اعمل حاجات حلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، نفسي العمر بيتقدم، نفسي اعمل حاجات حلوه، فساعدونا، ساعدونا، انصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتسبوا للقناه وساعدونا، جزء شهري من اكلكم وشربكم، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كتير. تعالوا نشوف كسرى وقيصر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث للملوك كلهم، وقلنا في حلقة سابقة بعث للمقوقس حاكم مصر، وبعث للمنذر بن ساور البحرين، وبعث لقيصر، وبعث لكسرى، وكل الملوك والرؤساء كان يبعث لهم يدعوهم للإسلام. القيصر أكرم اللي حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إكرام طيب، فربنا أبقى ملكه. كسرى مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه، ولم يوجد للأكاسرة ملك حتى اليوم. فربنا، شوف إن ربك لبالمرصاد. هنا كسرى أصلا ربنا قتله بعد قليل ومزق ملكه. أبو لهب، أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس تكذيبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له تبا لك لقد جمعتنا، يعني أنت جمعنا كده، تبا لك ألا هذا جمعتنا. أبو لهب حصل له عدسة بعد غزوة بدر، عدسة، العدسة يعني قرحة، هذا القرحة كان بيخاف منها المشركين قوي، وكانت عندهم هي مرض معدي، فكان يحصل له قرحة زي دي أو عاملة زي الجدري، كان يبعده بعيد عنه، يقول لك ده مرض معدي صعب، كانت قرحة كبيرة قوي اسمها العدسة. فأولاده تجنبوه وأهل بيته بعدوا عنه، قالوا هيعجبني. لما مات قعدوا ثلاثة أيام بعيد عنه، لما جاف وريحته طلع، هم عملوا إيه؟ فحروا له حفرة وجم بعصا، وهو جسمه كان سمين،
وزقوا ايه؟ جسده هوا من فوق الجبل كده في حتة من فوق عالي عالي عالي، حطوه على الشفا على حرف عالي كده، على تبة عالية أو على تلة عالية، وفحروا له حفرة عميقة، وشوفوا بقى وقاموا زي حينه نزل على وشه، وقاموا أهالوا عليه الحجارة عشان يغطوه. شفت الموت الوحشة؟ أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، كنيته أبو الحكم، والمسلمون هم اللي سموه أبو جهل. أبو جهل ده عمل إيه يا جماعة؟ أذى النبي صلى الله عليه وسلم قوي. لما جه في غزوة بدر طلع عيلين صغيرين أطفال اسمهم ابن عفرة، ابن عفرة اتنين، قعدوا يضربوا فيه لغاية ما أشرف على الموت. فبعد ذلك قام جاي مين؟ عبد الله بن مسعود اللي هو أبصر راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقام طلع فوق صدره، فقام قال ايه؟ بيستهزئ بيه حتى، يعني مش حتى يقول لا اله الا الله مصطفى، قال لقد ارتقيت مرتقا يا رويع الغنم، يعني مش راعي الغنم تصغير. فقطع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأسه، اكتز رأسه يعني قطع رأسه، يبقى اتنين مهجوا لموته قعدوا يضربوا فيه لغاية ما وقع على الأرض، وقام طلع عبد الله بن مسعود على صدره وقام قطع رأسه. عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط ده جاب الجلد والرأس بتاع القزور يعني الجمل الصغير، وحطه على النبي وهو بصلي، وجت جارية فاطمة رضي الله عنها دفعت عن أبوها وشالت عنه هذا الرأس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا وقال اللهم، شوف الدعوة، عليك بقريش يعني كفرت، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، قالها النبي كم مرة؟ ثلاث. ثم سمى، عايز بقى ناس معينة، اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيع والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد ابن مسعود، قال ايه؟ فوالله لقد رأيتهم سرعى يعني قتل يوم بدر ثم سحبوا إلى البئر اللي هو القليب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. هو طبعا عقبة بن أبي معدة اتأثر واتقتل بغزوة ايه؟ الأسود بن عبد يغوص ده برضو استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لما رأى فقراء المسلمين يقول لأصحاب المستهزئين هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ طب الخبيث ده جاله قروح في رأسه فمات به، شر مات، قروح في دماغه عشان يكف عن الكلام خالص. الحارث بن قيس السهمي أساء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخلوا يؤذونه طول حياتهم، ما
وعدهم قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم محمد وعد ان في حياه بعد الموت لاصحابه وفي جنه وفي كذا وفي كذا ويستهزئ به. عمل ايه بقى؟ كبروا سمكة مملحة زي الرنجة كده أو فسيخ أو سردين فبياكلها، فحصلت له شرقة ذبحة صدرية. الذبحة الصدرية دي قعد يشرب يشرب يشرب، يعني واحد يصغر كده يقول اشرب مية اشرب مية اشرب مية، امتلأ فمه بالماء ثم امتلأ قيحا، يعني جات له صديق، يعني هو بياكل شرق، يعني بنقول شرق عمل كده قالوا له اشرب اشرب اشرب، قعد يشرب وبعد ما لقى قيح وصديق جه في حلقه اتملى زوره كله ومات به. وانتوا هنا ليه الراجل اللي عمل الرسوم المساءه للرسول صلى الله عليه وسلم مات والع الوقت؟ ولع ولا ما ولعش؟ ولع قدام. خلي زكريا بطرس ينتظر وعده ووعيده من الله. العاص بن وائل السنغريبة، العاص بن وائل ده مولد ابنه مين؟ ابن عمرو بن العاص اللي فتح مصر. يا العاص بن كان بيستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان لما مات ابنه القاسم قال ان محمد ابطر. ابطر يعني ايه؟ يعني مقطوع، يعني نسب نسله من الذكورة مقطوع، ملوش إلا بناه. قال له أبطر يعني لا يعيش له ولا. ونزلت كقول الله تعالى إن شانئك هو الأبطر. أنزل الله تعالى في سورة الكوثر. وهلق العاص بشوكة كتف رجله، شوكة انتفخت لغاية بقول لك بقت زي عنق البعير. الناس كتير بتمشي وفي الشوك وفي الدبابيس وفي إبر وفي سفا سمك وفي حاجات والزجاج مكسر يدخل في رجلينا طول العمر، ونشيل دي ونعمل دي ونحط شوية قطمة أو مكركرمة أو نغسلها وخلاص ونحط علاقة ماشي. جلا جات له حاجة بسيطة كده شوكة صغيرة في رجله فعملت ورم فبقت زي عنق الجمل فمات. جيمين والد عمرو بن العاص. الأسود ابن المطلب اللي اسمه أبو زمعة هنا الوقت ايه ربنا عمل فيه ايه؟ افقده الله بصر. ليه؟ لانه كان يقعد يصفر هو المشركين لما النبي عليه الصلاه والسلام يفوت له اتاكم محمد واصحابه الذين يفتحون بلاد كسرى وقيصر وينعمون بالغنائم. ما كانش الكلام ده حصل لسه، كان بيستهزئ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصفر ويستهزئ ويضحك. شفتوا ربنا عمل فيه ايه؟ اخر واحد بقى عشان ما نطولش عليكم، مالك ابن الطلطله دي كان سفيه من المستهزئين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه رأسه امتلأ قيحا صديد ومات بهذا. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تثبيت الأقدام يكون في الدنيا هو على الصراط، لأن صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة تحضر مزلة، يعني مزحلق زي الحاجة اللي مقول عليها غير أو صابون. فلما بنصر ربنا ورسوله ربنا بثبته بالأقدام على الصلاة.
وفيه تثبيت بالقول في الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في القبر. لذلك احنا بنقف على شق القبر بعد ما نقفل على الميت نقول ايه؟ ادعوا لأخوكم الآن فإنه يسأل. ادعوا له بالتثبيت. فهل هتنصر الله ورسوله؟ أم تتكاسلون؟ نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.